ولمتابعة آخر التطورات في جنوب قطاع غزة وتحديدا من الوسطى ومن أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، معنا مباشرة الزميلة ناهد أبو هربيد. أهلا ومرحبا بك ناهد. يعني الشهداء وجرحى بقصف مدفعية الاحتلال لوسط مخيم البريج، وهناك حديث عن الإفراج لعدد من الأسرى برفقة الصليب الأحمر إلى المستشفى الأوروبي. ضعينا في تفاصيل ما يجري في هذه الساعة. نعم، صباح الخير لك سعاد. يعني ميدانيا نبدا معك من حيث اخر تحديث للاوضاع الميدانيه هنا في المنطقه الوسطى، فقد اغارت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك اطلقت مدفعيه الاحتلال الاسرائيلي وابل قذائفها المدفعيه صوب بلوك واحد في مخيم البرج وسط قطاع غزه. ارتفعت حصيله الشهداء حتى هذه اللحظه الى 5 شهداء جراء اطلاق عدد من قذائف المدفعيه صوب المواطنين او مجموعه من المواطنين في بلوك رقم واحد في مخيم البريج. 3 شهداء وصلوا إلى مستشفى العودة الصحي اللاحكومي غرب مخيم النصيرات، شهيدان وصلا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة إلى وصول شهيد تم قنصه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين عند منطقة تبت الكرد، أي المناطق الشرقية لمدينة دير البلح. 6 شهداء منذ أقل من نصف ساعة جميعهم ارتقوا جراء القصف المدفعي وقنص الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين. جاء ذلك بعد سلسلة الاستهدافات والغارات الإسرائيلية الكثيفة والعنيفة والتي تركزت في مخيم النصيرات وعلى وجه الخصوص في المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، عندما أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على منزل يعود لعائلة أبو دلال في مخيم النصيرات، عندما قامت باستهداف هذا المنزل والذي كان يضم أعداد كبيرة من النازحين الذين نزحوا من المناطق الشمالية من شمال قطاع غزة وقطاع غزة أيضا. تم استهداف العائلة بكاملها باستهداف عائلة أبو غالي، هذه العائلة التي مسحت من السجل المدني لتضاف إلى سجل العائلات الفلسطينية التي أبيدت ومسحت من السجل المدني بشكل كامل. ارتقى 8 شهداء جراء هذا الاستهداف، ما أدى إلى ارتقاء العائلة بأكملها وارتقوا جميعهم شهداء، علاوة على إصابة العشرات من أصحاب هذا المنزل ومن النازحين ممن كانوا في داخل هذا المنزل. تواصلت وتيرة القصف المدفعي أيضا على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، وتحديدا عند منطقة محطة توليد الكهرباء، امتدادا إلى قرية المغراقة ومدينة الزهرة ومدينة الأسرى التي أصبحت مدمرة بشكل كامل ومسحت عن الخارطة، أسوة بذلك قرية المغراقة التي مسحت بشكل كامل. كذلك مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند منطقة محور بن سليم لا تكاد تتوقف عن إطلاق وابل قذائفها المدفعية صوب حتى مناطق المخيم الجديد وبلوك رقم واحد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. أيضا المناطق الشمالية الغربية لمخيم البريج شهد قصفا مدفعيا عنيفا، كذلك المناطق الشرقية وأيضا بلوك 12 منذ الصباح يشهد سعاد قصفا مدفعيا عنيفا من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي. عادت مرة أخرى مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لتطلق عدد من القذائف صوب المواطنين، وسقطت على رؤوس مجموعة من المواطنين في بلوك رقم واحد، مما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء. الحديث الأولي عن ارتقاء 8 شهداء، ولكن لصعوبة الوصول إلى الشهداء تمكن الدفاع المدني ورجال الإسعاف من انتشال جثامين 5 شهداء فقط. وصلوا شهيدان وصلا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى، أما الشهداء 3 وصلوا إلى مستشفى العودة الصحي اللاحكومي غرب مخيم النصيرات. في تحديث جديد لإطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراح 12 أسيرا برفقة الصليب الأحمر، قام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لم يتم معرفة من أي سجن تم إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، إلا أن ما عرف وما أعلن عنه قبل قليل أن 12 أسيرا خرجوا برفقة الصليب الأحمر، كان يرافقهم حتى وصلوا إلى مستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نعم، شكرا لك يا زميلة ناهد أبو هربيد، كنت معنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.